لا تثقوا فيما يدعوه البعض ويتهمون به من قضاء مسيس واحكام مسيسه وغير هذه من الاتهامات الباطله. نحن قضاء نزيه مستقل حر، لا ننحاز الا لشعبنا، لا ننحاز الا للقانون وتطبيق القانون. لا ذنب لنا في تاخر اصدار الاحكام، تاخر اصدار الاحكام ده نتيجه النصوص العقيمه اللي بنطبقها، ولا يستطيع القاضي ان يتجاوز او يقفز على هذه النصوص. نحتاج الى تعديلات تشريعيه لهذه النصوص، ووزاره العدل في سبيلها الى الانتهاء من تعديل بعض النصوص وتفعيل قانون مكافحه الارهاب حتى تكون لدينا احكام سريعه، احكام سريعه وعادله. يعني هو كلمه سريعه لا تعني انها ستكون غير عادله، هي ستكون عادله ولكن باجراءات اسرع وبإجراءات اكثر تلاحقا حتى يتحقق الردع العام اللي هو هم وهو الهدف المرجو من كل نصوص قانون جنائي، قانون العقوبات. الهدف هو الردع العام والردع الخاص، والردع العام والردع الخاص لن يتحقق الا باحكام تصدر بسرعه او باجراءات سريعه ومتلاحقه وتكون احكام عادله ايضا. القضاء المصري يقف نفس الموقف اللي وقف في 30/6/2013، بيقف الان خلف الشعب المصري وفي صداره المشهد وخلف الجيش والقوات المسلحه المصريه الوطنيه، وان شاء الله هنعبر جميعا كل ابناء الشعب المصري في مصر من هذا النفق. ان شاء الله سنقضي على هذا الارهاب، وان شاء الله سنحمي هذا الشعب وهذا الوطن. شكرا.